الأستاذ عبيد ربابعة الناطق الإعلامي لمركز البقاع للرعاية والتأهيل الشامل. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. شرفتنا عبيدة، وبدنا نعرف أكثر عن هذا المركز. تعطينا نبذة أو تعرفنا عن مركز البقاع؟ طبعا بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أو مندوبا أنا رئيس مركز البقاع للرعاية والتأهيل الشامل الدكتور محمد البقائي وطاقم مركز البقائي. نتقدم بالتهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاد الميمون 51، نسأل الله نعود عليه بالخير واليمن والبركات. طبعا بنشكر تلفزيون نورمينا على الاستضافة وبرنامجك أنت أستاذ فاتن، يعني اللي دائما بيناقش القضايا الشبابية والقضايا المجتمع المحلي، والله يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم. طبعا بالبداية مركز البقائي للرعاية والتأهيل الشامل هو نتاج خبرة ودراسة استمرت ما يزيد عن 25 عام سنة، ابتداء من روسيا إلى المملكة العربية السعودية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لتكون الانطلاقة من محافظة إربد إلى باقي فروع العالم. طبعا مركز البقاعي ثمرة مزيد من الجهد والإبداع ومزيج عدة طرق وأساليب ودراسات علمية في حل المشاكل وأمراض ناتجة سواء مشكلة عن أثناء الولادة أو ما بعد الولادة أو ما بعد الحوادث، يعني للاحتياجات الخاصة. ما للاحتياجات الخاصة. وحصلت على تقرير طبي لا علاج لا شفاء من جميع مستويات الطب. يعني احنا مش اي حال برضو، احنا الحالات اللي بنعالجها حالات شديدة بتكون، وحالات راح نحكي فيها بالتسلسل اكيد ان شاء الله. طبعا من هنا يبدأ دورنا كمركز بقائي للرعاية والتأهيل الشامل لنسيطر ونصنع الإبداع في حل هاي المشاكل طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هلا بدنا ننتقل للرؤية والرسالة للمركز. رؤية البقائي ورسالة البقائي الوصول إلى مستوى يضاهي جميع الخدمات المقدمة في البقائي من خلال استخدام وسائل الإنترنت والشبكة العنكبوتية هاي من أهم مواقعكم. أهم مواقعنا داخل البقائي، وتطوير الذات وتحقيقها هو العمل على إيجاد جو حقيقي من الاستقرار النفسي والاجتماعي ليصبح الشخص المعاق عضوا فاعلا بالمجتمع وقادرا على الاندماج فيه. حلو. طبعا بدي احكي لك برضو احنا الفئات المستهدفه اللي يعني داخل مركز البقائي. طبعا عندنا فئات بنستهدف كمركز بقائي للرعايه والتأهيل الشامل. عندنا الفئات المستهدفه، عندنا الاعاقات العقليه بكافه مستوياتها الشديده المتوسطه، الشلل الدماغي المصاحب للاعاقه العقليه، التوحد، سمات التوحد، النطق والسمع وصعوبات التعلم. ايضا عندنا برامج التدخل المبكر، عندنا كبار السن بالاضافه الى الاعاقات المصاحبه وكل ما ينتج عن الاصابات والامراض والحوادث المفاجئه التي تؤدي الى اعاقه بجميع انواعها للاشخاص الطبيعيين وكل من حصل، حكينا على تقرير طبي لا علاج. بدي احكي لك استاذ فاتن برضو عن خدمات اللي بيقدمها مركز البقائي. طبعا مركز البقائي للرعايه والتاهيل احنا كمركز بقائي ما بنعرف شيء اسمه مركز ثاني او شيء، احنا البقائي دائما في المقدمه، بنحب احنا نتميز بالخدمات اللي بنقدمها، نتميز او طريقه الطرح، بنحب انه الشخص المعاق يشعر بانه شخص في بيته، يعني شخص في بيته زي ما تفضلتي. طبعا مركز البقائي اول مركز ايوائي في الشمال. بدنا نحكي بدنا ننطلق، بدي ادرج لك فيه وعم مستوى الشمال وعلى مستوى الأردن وعلى مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. حلو. ومركز البقائي أول مركز يقدم خدمة التعليم والدمج أيضا في الشمال، يعني هي كانت المراكز تفتقر يعني لها مركز الشمال. كبير هو طبعا مركز ضخم. طبعا احنا بنشوف انه التمركز بالعاصمة عمان، فإدارة المركز ممثلة بالدكتور محمد البقائي ارتأت انه كونه طبعا إربد معروفة من اللي بتشهد ازدحام سكاني. صح. فليش تكون محرومة من هذه الامتيازات؟ صحيح. أيضا مركز البقائي حكينا أول من يقدم خدمة الدمج والتعليم معا في الشمال. البقائي اول من حاصلين على شهاده الجوده العالميه الايزو في هذا المجال في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني طبعا شهاده الايزو تعني جوده البرامج والخدمات المقدمه من عندنا. طبعا مركز البقائي للرعايه والتاهيل الشامل الاول في تقديم الخدم الشامله من تعليم ورعايه وتاهيل وعلاج في الشرق الاوسط. وفي حالات طبعا وفي حالات عندنا وان شاء الله راح احكي لك عنهم بالتفصيل ان شاء الله تعالى اذا ظل معنا وقت وسمح لنا. طبعا ومركز البقائي الاول في تقديم خدمه العلاج باليد على مستوى العالم. يعني هاي الخدمات اللي بشكل عام الاشياء الرئيسيه حكيت لك، احنا ما بنقبل شيء غير المركز الاول، احنا ما بنقبل فيه نهائيا. طيب شو رايك تحكينا عن اهم اهداف هالمركز؟
المركز؟ طيب أهداف المركز طبعاً إحنا بالدرجة الأولى عندنا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رعايتها، توفير دمجها بالمجتمع، توفير فرص الدمج الشامل. طبعاً خدمة الدمج يقدم البقائي للرعاية والتأهيل الشامل خدمة الدمج والجمع بين التأهيل والتعليم والعلاج في الأردن بما يتوازي مع بقية البرامج المقدمة في البقائي. طبعاً إحنا عندنا برامج متوازية بشكل متسلسل، يعني أنا صراحة أحكي لك كيف طريقة البرامج. إحنا عندنا خدمة الدمج بين مجموعة من البرامج بحيث أنه نعطيه الخدمة الشاملة. أيضا الثقافة البدنية التكييفية، وتعني أن الجزء الذي تعرض لإصابة أو مرض أو حادث يمكن إعادة تشغيله وتفعيله من خلال العلاج باليد، وهذا راح أحكي لك شو ما العلاج باليد وكيف طريقة العلاج فيها. أكيد، بس حابين نعرف عن أقسام المركز طالما هلأ حطتنا بجو كيف المركز بيهتم بالإحتياجات الخاصة. مركز البقائي للرعاية والتأهيل الشامل بتكون من مجموعة من الأقسام، وهذه الأقسام كلها مكونة لبعض. عندنا قسم الإدارة، قسم العلاقات العامة، قسم العلاج باليد، قسم التربية الخاصة. هلا راح أعطيك الأشياء العامة لكل مركز بشكل مختصر عشان مش راح، يعني قد ما احكي مش راح اوفي لك يعني المجمل العام. طبعا في عندنا شيء اسمه الرياضه العلاجيه. الرياضه العلاجيه هي تشخيص الحاله في تمرين وعلاجها في تمرين اخر والعوده بها الى الوضع الطبيعي او الاقرب الى الطبيعي. اوكي. عندنا خدمه التدخل المبكر، هاي خدمه احنا يعني انا حبيت اركز عليها خاص، استغل انه احنا منبر نور مينا ولازم المشاهدين يعرفوا ايش يعني التدخل المبكر. احنا التدخل يعد مركز البقائي اول مركز يعمل على التدخل المبكر بما تعني الكلمه من تقييم وتشخيص وعلاج باليد. طبعا التدخل المبكر يبدا منذ الولاده لتحديد البرامج الخاصه بتلك الفئه من رعايه وتاهيل وحضانه، لننتقل بهذه المرحله الى الوضع الطبيعي. يعني احنا داخل مركز البقائي من خلال الكشف المبكر بنعرف شو الحالة، يعني من خلال الدراسات الموجودة عندنا واللي هي المشرف عليها الدكتور محمد البقائي بنشرف بنقدر نشخص الحالة شو وضعها وكيف طريقة علاجها. معناته أنت بهيك عم تنقل رسالة للمشاهدين أنه إذا كان في شخص في العائلة طبعاً عنده مشكلة إعاقة معينة أو إشي لازم يكون في تدخل مبكر. لازم يكون في تدخل مبكر، يعني إحنا بنقدر نكشفه بعد الولادة مباشرة. يعني أنت تخيل لو الموضوع يعني في عندنا خدمة كبار السن. طبعا خدمة كبار السن لا ننسى انه مركز البقائي برضو الاول في رعاية كبار السن، كيف لا، هاي من ضمن الاقسام. طبعا كيف لا، وهم ماضينا، كبار السن طبعا ماضينا واساس حاضرنا ورعاة مستقبلنا. هاي فئة غالية علينا جميعا، هم اللي انتجوا الاجيال وهم المسؤولين، فلازم انه كمركز واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية بتحتم علينا نهتم بهاي الفئة الغالية علينا جميعا. اكيد طبعا. طبعا برضو في عندنا الخدمات اللامنهجية، خدمات الرحلات، الزيارات، احنا عندنا طلاب التربية الخاصة ايضا بننظم لهم كل على يعني تقريبا على مسافات دورية أو مسافات منتظمة إنه يطلعوا رحلات، يلتقوا زيارات، يعملوا أجواء، ما يضلوا فقط يعني إنه محصور فكرهم بشيء معين، بدنا إياهم ينفتحوا على المجتمع وينطلقوا. طب في طرق معينة أو شروط معينة للانتساب لهذا المركز؟ طبعا شروط أي واحد بيقدر ينتسب عندنا للمركز، سواء تدريب، سواء تدريب أو حالة. والدفع؟ لا ما يعني هسا شوف تحكي لك، إحنا بدي أحكي لك هسا عن المسؤولية الاجتماعية للمركز البقائي. إحنا كمركز بقائي عندنا لجنة اجتماعية مختصة بدراسة الحالة، كونه احنا ليش حكيت لك انطلقنا من محافظة اربد وكونه مركز محافظة اربد محرومة وتفتقر الكثير من هاي المراكز. يعني احنا الحالة بنشخصها وبنشوف هل هي بقادرة تدفع ولا الغير قادر، هذا بالمجان يتم علاجه ويتم فحصه طبعا داخل مركز البقائي. طبعا انا بدي احكي لك عن احنا كمركز البقائي ما بنحب نحكي بالعادة، بنحب نعرض نتائج. فعندنا قصص نجاح سطرها البقائي للرعاية والتأهيل الشامل عشرات الحالات اذا لم تكن بالالاف الحالات. فعندنا موقعنا الالكتروني طبعا بدعو المشاهدين انهم يدخلوا عليه ويقراوا النتائج بانفسهم ويعرفوا. انا مش راح يعني بالمصاحيه بدون مش راح اقدر او في عندي حاجه كثير مش راح اقدر احكي. في موقعنا الالكتروني www.com1 عالم الوقائي عالم البقائي www.com1.com. في عندنا طرق التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر، صفحتنا على الفيسبوك بتحمل اسم البقائي للرعايه والتاهيل الشامل، برضو كمان التويتر عالم البقائي البقائي 82 ورد. ممكن انه الواحد يتخلص منها لكن ما بعرف، سمعت انه بتضل موجوده مع يعني الشخص. شوف احكي لك شغله، احنا انا حكيت لك احنا بنرجع بالحاله للوضع الطبيعي. انت ذكرته لمحمود؟ والله تقريبا احنا بمر علينا كثير الحالات ان شاء الله اني بتكون ذكرته. طبعا يعني لازم اذكره ان شاء الله. طبعا بدي احكي لك احنا بنحكي بدنا نرجع بالوضع الطبيعي او الاقرب الى الطبيعي. يعني احنا ما في شيء اسمه مستحيل، ما دام في شيء اسمه مراكز طاقه ومساراتها، في عندنا مراكز اعصاب، الاعصاب ما بتموت داخل جسم الانسان، بتضل الاعصاب بتموت بس انه لما يتوفى الانسان. صحيح. هيك بيحكي العلم وهيك بيحكي الدكتور
دكتورنا محمد من خلال التجربة والممارسة اللي استمرت ما يقارب 27 عام. طبعا بدي احكي لك تعتبر طريقة العلاج باليد الطريقة الأولى التي تعالج وتؤهل الحالات التي وصلت إلى تقرير طبي لا علاج لا شفاء. طبعا أصبح يعني هاي نقطة كثير مهمة، أصبح العلاج باليد واقع بنتائجه المضمونة على أرض الواقع، يعني أصبح واقع كلنا بنلمسه. يعني في أحيانا إحنا بنحكي ما وين النتائج، طب أنت تعال حتى الحالات، يعني في بعض الحالات كانت تيجي يعني إحنا أنتوا شو بتعالجوا، يعني بعد الحالات يحكي يعني إحنا وين باقيين عنكم، وين إحنا بعدين. فإحنا إن شاء الله نكون نقدر خدمتنا بصورة وبرسالة إنسانية وحاضرية إن شاء الله. طبعا طبعا العلاج باليد إيش بعالج كمان غير الشلل الدماغي؟ طبعا اختصاصنا وإبداعنا بالعلاج باليد حالات الشلل الدماغي والشلل الرباعي والإعاقات الشديدة ونقص الأكسجين والإصابات بعد الحوادث وبعد مرحلة الولادة. طب نسبة نجاح طبعا إن شاء الله العلاج يعني هي نسب تتفاوت من شخص لشخص، تتفاوت لشخص لشخص آخر. طبعا تتفاوت من شخص لشخص آخر، وأيضا يعني كيف بدي أحكي لك تعتمد على طبيعة الشخص نفسه لتقبله للعلاج أيضا بالدرجة نفسيا بلعب دور. طبعا طبعا في برنامج يعني لازم نحكي عنه، يعني احنا بنعرف انه الشخص المعاق له تأثير نفسي على الأسرة. بده يكون احنا كمركز وقائي عاملين او يعني عندنا برنامج خاص موجه لاسر الحالات من ذوي الاعاقات والمنتسبين للبقائي. ليش؟ عشان لاطلاعهم واشراكهم في عمليه التعامل وكيفيه المتابعه التاهيليه والعلاجيه والتربويه والنفسيه والاجتماعيه للارتقاء بحاله الاشخاص ذوي الاعاقه واسرهم ونقلهم الى الجو الاسري الطبيعي من جميع النواحي. لان انا يعني احنا بنعرف انه الاسر اللي عندها حالات تكون بوضع نفسي سيء. أنا لما أشارك هاي الأسرة وأطلعها وضع بها الصحي والاجتماعي وأنا بشارك وبعمل له ندوات وبعمل له تأهيل وبعمل لك معه فرص دمج وتشغيل بالمجتمع وتدريب، الأسرة هون بتكون مرتاحة نفسيا. أنا بكون هون شاركت بمسؤولية الاجتماعي وشلت عن هالأسرة المسكينة يعني شلت عن العبء الكبير. الكبير طبعا يعني وإن شاء الله نكون هو عبء يكون طبعا جزاء وثواب من الله سبحانه طبعاً. وتعالى في إيش حاب تضيفه؟ إنه طبعا أنا بدي أرجع أحكي للي حكاه الأستاذ محمود قبل شوي إنه هو أو أي شخص تاني أو أي شخص يعني هو تفضل عندنا قبل أسبوعين وإجا لعنده وقعدت أنا وياه وحكى لي أنه أنا بقدرش أدفع المبلغ وحكيت له مع الدكتور وطبعاً طب أنتوا ليش بتستنوا حدا يجي يساعده؟ أنتوا ما عندكم هاي الخدمة في إحنا في عندنا مساعدة مجانية ساعدناه هو الأستاذ محمود حكيت له ككشف أنت ككشف مجاني بس طبعاً. إنه كعلاج وشخصنا له تشخيص كامل كعلاج إحنا كعلاج مسؤوليتنا اللي بنقدر عليها خصمنا له إياها وبالإضافة حكينا له إحنا راح نتواصل لك مع أهل الخير وإحنا قريباً شفنا مجموعة من الداعمين اللي يدعموا بعض الأسر من هذه الحالات إن شاء الله يعني توعد محمود هذا كل محمود من خلال منبر نور بينا وإن شاء الله لقاء آخر بنحكي وبيحكي لكم على الهواء إنه تم مساعدتي وتم التنشيط اللي لازم إن شاء الله. أشكرك وبدي أرجع عشان أنا أكرر الشكر إليك أستاذي فاتن ويعني نشكرك كبرنامجك صباح نور بينا اللي حقيقة يعني مش مجامل بحكيها بوجهك جد أبدعتي باختيارك للضيوف وبتبدأ دائما في نقل قضايا المجتمع همومه من قضايا ثقافية واقتصادية واجتماعية وشكرا التنويع واجبنا الإعلام نبرز هاي الجهات أكيد وصدى برنامجكم يعني معروف يعني أنا إلي الشرف وكمركز بقائي إنه نطلع مع حضرتك على مركز بقائي وشكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك عبيدة ويعطيك ألف عافية وسلاماتنا للدكتور محمد أكيد ولكل العاملين وإن شاء الله جهودكم مشكورة إن شاء الله شكرا يعطيك ألف عافية.